ها ها
يقول لها يمين سارت يمين، يقول لها يسار راحت يسار. لا حول ولا قوة. الله المستعان، الله المستعان. يا رباه يا رباه. صبحكم الله بالخير ويوه الخير. هذا التلفريك هذا الاسم اسمه سانتس ديربيرغ، في اوتيل قريب منه، مواقف قريبة، وهذه القمة، وهذا التلفريك نازل. لكن شوفوا كيف الوضع، الوضع ما يطمن. وبعدين ما لنا فايدة نطلع فوق، لا تشوف شيء تحت ولا تشوف مناظر ولا حاجة. لازم أبدل وأروح، ما في فايدة من طلعتنا، خسارة وقت وخسارة مال على شيء فاضي يعني. ما هذا التلفريك نازل، واحد طلع واحد الثاني نازل. التلفريك الخضر وهذه الاتخاط الجميل على الطريق. أنا كنت مروح سيدي بس لقيت الدرب مسكر، كنت بروح مكان معين، الحين لازم أتحايل على الجبيس أخذ طريق ثاني. دا أهداء للجميع. هذه قريبة من قرية ابنزل، المكان هذا يعني، هاي كلنا نحن الحين جنوب مدينة سانت غالين، وقريب من قرية ابنزل. بين شوية نزاح الغيم، التغاطة سريعة. تستاهلون هالجمال كله. التغاطة ثانية. نعم فقط طلع مطعم فقط. الوتيل فوق عند التلفريك. التقاطة ثالثة. والسموحة. يلا نكمل مشوارنا اليوم. بصراحة فرحان يوم وصلت المكان هذا. هذا هو هدفنا اليوم. شوفوا وين مسوينا هذا. طبعا للوصول له لازم تمشي وتمر في المغارة تخلص منها وانت مكمل لين هالمكان. بس انا ما اشوف فيه حركة، ليكون بعد بنزين. يلا وراي واحد. التغاطة من هالمكان الجميل. تستاهلون كل هذا الجمال. صباح الورد للناس، الورد يبدأ يومنا ويوم جديد. إن شاء الله نتوفق فيه مثل ما توفقنا البارحة.
هذا وادي لوتربيان، هاي نهاية الوادي. هذا المطل معروف مشهور غريندلوالد فيرست توب ادفنتشر. فوق فيه فعاليات حلوة، فيه الثعلب الطائر، فيه سياكل، فيه أشياء يعني، ففيه الجسر الحديدي هذا. وهني تحت شوفوا تحت فيه الجراج هذا اللي يبغى يجر سيكل في غريندلوالد، مو له كلف مقابل فندق سانستار. لا تطوفون هاي الزحليقة، الزحليقة الصيفية على اليسار مني، لكن ما أنصحكم تروحون لها، ما فيها فن زيادة، بس هذه فيها فن. وإذا كنت ساكن في هالفندق يعطونك تخفيضات بعد خاصة حق هالمكان هذا. وإذا كان عندك سويس باس، سويس باس عندك تخفيضات، بتكون تخفيضات حلوة. إلى مدينة مورن ومدينة المبيت، لاني بضطر اخذ تلفريك، بخلي سيارتي تحت ما تدخل السيارات المدينه. هذا اجزاء من طريق القلب في طريقي، الثلج بعد طبعا ما ذاب. هذا طريق فيه نوع من الخطوره لان في اجزاء كبيره منه ما فيها سياج، فالحذر الحذر يا اخوان. إرسال رسائل عن الطريق، عن حالة الطريق أول بأول، ورسالة إلى الزوجات، شوفي إذا كان ريلك يسوق في في الشوارع اللي مثل هاي ممنوع تعطيني شاي وقهوة، خلي بالك وتكون في يدك خيزرانة من الأفضل. إذا شفتي قفل تشطخين عليه بده. نعم خلوا بالكم. شفت بالدراجات فكرتهم من الشرطة، نزلت التلفون اسمحوا لي. صور عمرك جالس على هالكرسي، هذا اسمه كرسي الطبيعة والجمال، جالس مكان طبيعي في غريندلوالد. مشكلة ما في جنب موقف سيارات إلا من 300 متر تقريبا. هذا جبل جونغ فرو، وأقل تقريبا معلم سياحي هني الدخول له. سويسرا دائما غالية، شوفوا ما في موقف سيارات جنبه. هذا كرسي الطبيعة والجمال، دائما أنصح يا أخوان لما تكون في سويسرا خصوصا إن كانت عندك عائلة وبتزور مناطق، بتزور أماكن سياحية، لازم يكون عندك سويس باس عشان يرخص، بطاقة سويس باس عشان ترخص عليك المعالم السياحية. دائما سويسرا غالي جدا في زيارة في الأماكن السياحية هاي، خصوصا راعي العائلة. في النمسا استخدموا البطايق في المدينة اللي انت تكون فيها، سواء تكون في أنسبورغ ولا زلامسي ولا سالزبورغ، خذوا بطاقة المدينة اللي انتوا فيها عشان زيارة الأماكن السياحية. الله توكل على الله، وراي واحد واحد أنا موقف قدام. هذه الالتقاطة في الطريق وأنا متجه ناحية ليخنشتاين، يعني كأني جاي من سيون، كأني جاي من بحيرة جنيف المونترو ومتجه إلى ليخنشتاين، الوادي اللي في سيون. هذه الملكة، هذه سيدة أوروبا. التقاط على الطريق، التقاط على الطريق. هذا جسر القطار، نصور حق السنابيين. هذه
للتقاطع على الطريق. متجه إلى لخنشتاين وإلى إلى بلدة بادريكس بالتحديد، كأني جاي مثل ما قلت لكم من مدينة سيون أو من مدينة مونترو، ومتجه إلى لخنشتاين. أهداء 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 لمحبين الملكة سويسرا. التقاط في الطريق، أحلى 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 صباح وتحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فندق يعتبر، أنا ما أعتبره 5 نجوم، أنا أعتبره 7 نجوم، فندق فيلا هونيك في مدينة لوزير، قريب طبعا قريب من مدينة لوزير هالفيلا هالفندق. وهذا الحوض ميزته مثل ما قلت حق السنابيين أنك تقدر تسبح فيه لو الثلوج حواليك، لأنها يسخنونه في الشتاء، يكون يكون الماي حار، حتى بخار الماي يعني شيء مسوين شغله حلوه جدا. يعني شوف الاطلاله، لوزير في اخر البحيره، لكن شوف الاطلاله اللي اكثر من خرافيه. واذا تبغي تشمس تعال على هلا. طبعا هاي اوتيل، حتى لو تشوفون تقييمه في booking.com 9.8، بس هذا يكفي، التقييم يكفي انك تسكن. مشكلة انه صغير، شوفوا يا ليت كبروه. تابع لهيئة الاستثمار القطري، بصراحة فكرة الله يطول صراحة، يعني فعلا جينيس هذا اللي فكر انه يسوي الفندق في هالمكان وعلى هالطلالة الساحرة. نستهل تصويرنا زيارتنا هاي اليوم للملكة سويسرا بهذا المكان، ونروح ندور لنا مكان ثاني. طبعا لما قالوا اللي شفت سعره فوق 3000 درهم بشوي، وانا بروحي حرام اني اسكن بالمبلغ هذا يعني. فان شاء الله يعني هم بين فترة وفترة يسوون عروض. شوفوا يا جماعة اللي جايين كل سيارات بورش، موقف تقرب صوبة الأيام جاية. اليوم 4/17/5/2016، شوفوا كل سيارات بورش. ما سالفتهم اليوم؟ أظني مجتمعين هني اليوم عندهم اجتماع بالجماعة، يسوون للصيانة، يصبغون الريسبشن مني. عندك تقدر تاخذ سيكل، دراجة هوائية، وتاخذ لك تروح تاخذ لك لفة. وتحت هني تحت المكان هذا في مطار صغير للطيارات، البلتوس مالهم هاي مراوح، هذا بلتوس هم حاشرين الناس بها. هذا بلتوس مفتكرين قبل، يعني هذا عندهم اسطورة قديمة جدا، تنين يطير في يطير، وعنده ويعني مغارات في الجبال، ولا وبعد ينفث من حلجه يسمونه النار، ومصدقين هلا. هذا هوتيل، بس الشمس مشكلة، الشمس بعيني. هوتيل فيلا هونيك من الفنادق اللي يبغى يدلع نفسه وعنده ميزانية يجيني فعلا، بينسى كم عمره، بينسى الأمراض اللي فيه، بينسى. هذا وانت نازل بعد من فيلا هونيك تيك المزرعة، وإطلالة أقرب.
تحياتي للجميع. هذا لوزير، احنا هني تبين اكثر. هذا في واحد من المصاعد لازم تجيب السفينة، توقف السفينة وتصعد فوق في المكان هذا. المشي من هني لين هناك 25 دقيقة. يلا وراي واحد واحد، خلكم نشيطين. طبعا هني عندهم كل مكان تقدر تمشي، تروح تمشي تمشي تمشي، تبغى تسوي رياضة وترجع، الأمور طيبة. هذه جبال الألب جزء منها. يلا نتوجه إلى انترلاكن. جوهرة الريف السويسري، ولا يعني ما تقدر توصل سويسرا وما توصل انترلاكن كأنك ما جيت. فنصيحي يا اخوان، اي حد بيجي سويسرا فانترلاكن وما جا ورها، هذه اول شيء بديها. واقرب مطار طبعا لها مطار زيورخ، اقرب مطار دولي من المطار، لان انترلاكن ساعة ونص كلها هايوي. يلا نتوجه الى تلفريك كابريو المكشوف. يلا واحد واحد وراي. هاي انطلق كابريو، هذا هو التلفريك المكشوف. منظر جدا حلو، الحمد لله الشمس طالعة اليوم. هذا طبعا قريب جدا من لوزير. أكثر اليوم انترلاكن زين، أكيد زاروه، من المعالم السياحية الجميلة بصراحة. حتى الغمة، الغمة بعد جميلة. كابريو تجلس على الكرسي والتأمل خلق الله. شوف شوف سبحان ربك. جنة من جنان الأرض. الملكة سويسرا من صوب، والنمسا من صوب، والنرويج من صوب. بصراحة ما يعلى على الثلاثة. كل وحدة تقول عندي الزود، كل وحدة تقول عندي الزود.